لاند كروز جي اكس ار توين توربو وكالة عراق بسعر مناسب وتخفيض كلش قوي بالنسبة للسيارات اللاند كروز. طبعا سيارة توين توربو 3500. بالنسبة للسيارة، سيارة وكالة عراق ضمان 3 سنوات شامل جميع محافظات العراق. اذا تدور على سيارة بسعر مناسب، هي السيارة تفيدك عزيزي. لحاية موجود، ويلات 20 كروم موجود، شاشات تطبيق موجود، و14 سماعة من شركة جي بي ال همينة متوفر. شوف المواصفات الداخلية مال السيارة. طبعا بالنسبة للسماعات، هذا اللي يميز وكالة العراق، اليدات نيكل، التخشيبات، الجلد الموجود، سماعة التطبيق الخلفية الوكالة مال الأصلي، عندك 3 قطع تبريد، فتحة سلايد، فول سيستم إيرباك، 8 إيرباك، كوشنات جلد، كوشنات باللون البيجي، عندك تحكم بالتبريد يصير هنا، وهمينا منافذ كهربائية ومنافذ طاقة همينا متوفر، بالنسبة للتايب سي وبالنسبة للـ 12 فولت. طبعا القاعيات والأدوات كامل موجود بالسيارة. هذا الخط الجانبي الخاص بوكالة العراق. وبالنسبة للشكل الخلفي، بصمة التوين توربو، 4 حساسات خلفية، مكان الهوج المخفي، صندوق خلفي كهربائي، وأيضا جنح وإشارة ليزرية. السيارة تتحول باسمك يوم واحد فقط. تريد وكالة، تريد باسمك، كل هذا موضوع سهل. عنا معقب معاملات يسوي لك كل الإجراءات، والأمور كلش بسيطة إن شاء الله. طبعا جميع الأدوات متوفرة، عندك هنا بردة خلفية، حاملات الأكواب، وهمينا منافذ طاقة. ومن جهة اليسرى عندك منفذ كهربائي 220 فولت، إذا أنت كنت بمكان سفرة شيء تقدر تستفاد من هذا المنفذ الكهربائي. طبعا بالنسبة للدواخل، خلينا نشوف مواصفات الجهة الأمامية. طبعا عندك دخول ذكي، بصمة لجميع البيبان، الكوشنات جلد، كهرب، منفاخ للظهر موجود، وهمينا كوشنات تبريد متوفر. هذا بالنسبة للديزاين الداخلي مع السيارة. اخوان اكتبونا آراءكم بالنسبة لسيارات الجي اكس ار التوين توربو او الشكل الجديد بشكل عام. شنو عندكم اسئلة او استفسارات او الجناي مال سيارة اللاند كروز اللي هسه حيتابعنا يكتب لنا رأيه بالنسبة لسيارة الجكسارة. طبعا عندك هنا تحكم بالمراية كهربائي، الجامات بالكامل اوتوماتيك، يدات نيكل، نظام تراكشن اوف كنترول، التحكم بالاضاءة، وهمينا صندوق خلفي كهربائي. خلينا نشغل السيارة. اللي موجودين بالبس بلا زحمة، إذا تسوونا لايك حتى يصعد الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين، أفضل سعر بالنسبة لسيارة الجي اكس ار التوين توربو. طبعا هنا شاشة مركزية تدعم نظام الأبل كار بلاي، بتعمل باللمس بالكامل، تقدر تتحكم بالتبريد، تقدر تتحكم بتبريد الكوشنات، الصوت، الاتصالات، عندك طبعا اتصال بلوتوث موجود، وهمين عندك هذا الصف بالكامل للتحكم بالتبريد، وهذا الصف بالكامل للتحكم بالشاشة المركزية، وعندك 3 وضعيات قيادة موجود، الإيكو الاقتصادي والنورمال الطبيعي والسبورت الرياضي، بالإضافة إلى نظام الـ ECT2 بحيث تبدأ السيارة بالإقلاع من الجير الثاني، نظام مساعدة على نزول المنحدرات، نظام مساعدة على زيادة التفاف السيارة، يعني أنت كنت مثلا من مكان ضيق تقدر تستخدم هذا الخيار، نظام قفل الأكسل، التحكم بالدفع الرباعي، هاند بريك كهربائي، أوتو هولد، شاحن وينليس، سيارة فول 1 على 1، وبصمة شركة الجي بي ال همينا متوفر هنا. طفاية الحريق المثبتة، مراية وسطية عاتمة للضوء، طبعا المراية شفط وفتحة سلايد، والسيارة فول، وثلاجة مركزية همينا موجود. هاي لوكس شش بسني أنا والله. هذا بالنسبة لمواصفات السيارة. السيارة مثل ما شفنا تقريبا كجي اكس ار فول مواصفات، ماكو اكثر من هذا المواصفات، ومحرك اقوى ب 100 قوة حصانية من محركات التنفس الطبيعي. اللي يريد عزم قوي ياخذ توين توربو، اللي ما يهمه عزم عندك التنفس الطبيعي 4000 متوفر. بالنسبة للاف جي، اف جي كروزر اخر 1000 قطعة تم انتاجها حاليا موجود، عندك اللون الاحمر واللون الاسود والابيض موجود، ماكينته 6 سلندر 4000، نفس المحركات مال البرادو ونفس المحركات مال اللاند كروز، طبعا التنفس الطبيعي. السيارة دبل تانكي، اهم شيء 159 حجم خزان الوقود، تجي دبل اكسل، فور ويل، سماعات دمام متوفر، عندك ويلات كروب، دوسات موجود. صرفيات الوقود كل 9.8 كيلو تصرف لتر واحد فقط. بالنسبة للشكل الخلفي، طبعا عندك سبير خلفي، الجناي مال هاي السيارة يعرف شنو قيمة هاي السيارة، تقدر تخليها بأي طريق، ماكو عندها أي إشكال، ماكو شيء يوقف هذا السيارة، بالطرق الجبلية، الرملية، الصحراوية، الطرق السريعة، الطرق حتى المائية تقدر تستخدم هذا السيارة. طبعا ديزاين كلاسيك، كمواصفات فقيرة بالمواصفات، ولكن كاعتمادية كطرقات وكسياقة تفيدك بكل الأماكن. عندك هنا بوصلة مال اتجاهات، مراية وسطية عاتمة للضوء، التحكم بالمراية يصير كهربائي، فور ويل دبل اكسل، نظام تراكشن اوف كنترول، سيارة هاي المواصفات مالتها.
اخوان بالنسبة لللاند كروز سعره كان 9 شدات و10 ورقات ويا الرقم، هسه سعره 8 شدات و85 ويا اللوحات كامل، وان شاء الله الشراي له مجال خاص بالنسبة للسعر. اتواصلوا ويا قسم المبيعات وان شاء الله ما نقصر وياكم بالنسبة للاسعار. عنواننا اربيل، تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي، اللي يريد همينا سيارة مرسيدس موديل اتوقع لو 20 لو 19، همينا متوفر مستعمل سيارة كلين تايتل ما بيها اي شيء، مواصفات الجي ال سي 300. طبعا بالنسبة للدواخل سيارة حيل نظيف اخوان، بالنسبة للداخل بالنسبة للخارج سيارة كلش راقي. سيارات المرسيدس بالنسبة للفخامة ماكو بعد. عندك هنا التحكم بالكراسي، كوشنات التدفئة، الجامات كوتوماتيك طبعا 100%، الجامات همين المرايا الجانبية كهربائي، كوشنات كهرب، عندك خزن لوضعيات الجلوس، جير شفتات للقيادة الرياضية. خلينا شكل السيارة، طبعا هذا بصمة التشغيل. السيارة ماشي اتوقع 38,000، هسه نشوف. السيارة ماشي 38,000 كيلومتر، العفو 34,000 كيلومتر. سيارة حيل نظيف، سعرها 4 شدات كامل، سيارة كلين كل شيء ما بيها، وهمين الشراي له مجال بالنسبة للسعر. طبعا ماكو داعي نشرح المواصفات، السيارة مواصفات معروف باين. عندك هنا هذا السويتش مالتها، عندك هنا التحكم بالشاشة والأوامر، عندك نظام تراكشن اوف كنترول، طبعا هذا لمس، جير شفتات القيادة الرياضية موجود، هند بريك كهربائي، فول سيستم ايرباك، مرايا وسطية عاتمة للضوء. سيارة كلش راقية، وكوشنات جلد طبعا كله بلادي. سعرها 4 شدات وبي مجال للشراي. اعزائي متابعين شركة الميكار اوتو لجار السيارات، شكرا لحسن المتابعة.